فازح الشماع. في رازح المناظر الجميلة الخلابة والمدرجات المزروعة من قمم الجبال إلى بطون الأودية والتي تتفجر منها جداول المياه، نحن الآن في مدرج من المدرجات نطل على النظير والذي ليس له نظير. نحن الآن في سوق الخبز في خولان ابن عامر، وفي هذا السوق كما تشاهدون تباع منتجاتنا الزراعية بمختلف أنواعها. هذا هو الموز المشهور في رازح. وهذه إبرة تشارك الرجل في هذا السوق ببيع المنتجات المحلية. المرأة تشارك الرجل في خولان بن عامر وفي هذه الجبال الجميلة في الزراعة والتجارة. هذه فتاة من الريف وهي في هذا السوق تشارك أخوها الرجل في البيع والشراء. إن الفتاة اليمنية في هذه المنطقة ترتدي أحلى الملابس وأجمل الخلي، وتأتي إلى هذا السوق المسمى سوق السب لتبيع المنتجات الزراعية وتشتري ما نستورد من الخارج. بدأ برنامج صور من بلادي منذ البدايات الأولى للتلفزيون اليمني عام 1975، وقد بدأت في إعداده وتقديمه الإعلامية المتميزة الدكتورة رؤوفة حسن، ثم شاركها في إعداده وتقديمه
الإعلامي المتميز الأستاذ المرحوم محسن الجبري الذي تولى بعد ذلك العمل في هذا البرنامج على مدى 35 عاما وحتى وفته المنية. رقصة الواسي من أجمل الرقصات الشعبية في منطقة رازح، وهذه الرقصة كانت تؤدى بالأكمام المبيلة التي تشبه أجنحة الطيور، لكن للأسف اختفت هذه الملابس وبقيت هذه الرقصة التي تشاهدونها مع هذه الأغنية الشعبية الجميلة. النظير التقينا بطلبة المدرسة ومعهم الأساتذة المصريين والذين عودونا دائما على الوقوف إلى جانبنا. هؤلاء هم رجال العلم في هذه المدرسة كما عرفناهم معنا أول أيام الثورة. فإلى شباب أو طلبة هذه المدرسة وهم يرددون هذا النشيد. النظير صفا بس نشيد الصباح ابتدي. اكتسب هذا البرنامج برنامج صور من بلادي شهرة وشعبية واسعة كونه النافذة الوحيدة التي تطل على المجتمع الريفي الذي يشكل نسبة عالية من عدد سكان الجمهورية اليمنية. في هذا الحق من حقولنا الجميلة حيث تشارك المرأة أخوها الرجل
في قصب الذرة، تستمعون إلى هذه الأصوات والتي تنطلق من هذا الحقل. انا هنا يا ولد.